مساء الخير مشاهدينا، وحلقة جديدة من برنامجكم لمتنا مع نهى، وسنة جديدة سعيدة علينا وعليكم يا رب إن شاء الله. هيكون أول فقرة لينا النهاردة مع الشيف قولي لي ميادة حسن. ازيك يا ميادة؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ هتعمل لنا إيه النهاردة؟ إن شاء الله هعمل النهاردة تشيكن لون ورز بالزبدة. ورز بالزبدة؟ بالزبدة والمستكة. أنا شايفة فيه كيك كمان. والهاني كيك. هنتكلم عليها. هنتكلم عنها النهاردة. طب احب ارحب كمان باماني السعيد. ازيك عامله ايه؟ ازيك انت عامله ايه؟ هو الحلقه كلها من اولها هتبقى ضحك وكده وهزار بما ان اماني معانا وسنه جميله ان شاء الله نفوز بيها. اماني استشاري العلاقات الاسريه وخبيره الابراج، اهلا بيكي. اهلا بيكي. وهنتكلم على الابراج بقى السنه دي. ايوه ان شاء الله. قولي لها نبتدي السنه الجديده بقى كده هتبتدي باني برج؟ لا احنا هنبتدي بالترتيب العادي، ولكن لازم كل يعرف ان ما تقلقوش، السنه دي الحظوظ والكواكب ماشيه مع الناس. كانت السنتين اللي فاتوا في تراجعات كتير كانت اثرت على البني ادمين كلهم، فكان كل واحد تيجي تشوفيه يقول لك حظي وحش حظي. لا، هي الكواكب كلها كانت متراجعه، السنه دي بيحصل تقدمات في الكواكب، فبالتالي كل الابراج هتبقى عندها حظوظ احسن بكتير من السنتين اللي فاتوا. طب ده كويس، ده خبر كويس. ايوه ده اللي اقدر اطمن بيه. اتهرينا كورونا وقعدت بيت وعلاقات مش كويسه وكل حاجه. قول لنا الابراج اللي اكتر حظا السنه دي ايه؟ صدقيني اقدر اقول لك ان الكل عنده حظوظ. جايز في منهم ابراج بتبتدي السنه بحظوظ كبيره، في ناس ثانيين الابراج الثانيه بتكون النص الثاني من السنه، يعني هو على حسب. لكن السنه دي الكل عنده حظوظ افضل وفرص احسن منك يا رب ان شاء الله. وفرص احسن بكتير من السنه اللي فاتت واللي قبلها. يا ريت يا رب. ميادة قولي لي هنبتدي بايه معاكي؟ هنبدا نشرح الهاني كيك وطريقه عملها. تمام. هي هاني كيك الاول بتعمل كراميل. الكراميل ده بيبقى عباره عن تلت معلقه تلت كوبايه عسل نحل وسكر كوبايه سكر وزبده 180 جرام زبده. اوكي، 180 جرام دي اللي هي قد ايه مثلا؟ يعني مثلا ممكن كوبايه كوبايه وربع كده. تمام. كوبايه. تمام. الاول احنا بنحضر حله على البوتاجاز بس تبقى كبيره شويه، وننزل بالزبدة، وبعد كده بنحط السكر والعسل، نقلب كويس جدا عشان يعني يدينا اللون الكرملة. خلاص. بننزل بعد كده بمعلقة ونص بيكربونات صوديوم. تمام. جديدة دي، انا ما بعملش الكراميل بالزبدة، فكويس دي حاجة. دي فكرة. ما هو لأ، هو الهاني كيك فكرتها كده. بنحط بيكربونات صوديوم. هي بتدي غليان كده، بتفور جامد، فلازم الحلة تبقى كبيرة شوية. بعد كده بنشيلها من على النار. لونها بيغير، هو البيكربونات صوديوم ده بيغير لونها. تمام. بعد كده بننزل يعني نسيبها تبرد 10 دقايق، بعد كده بننزل بثلاث بيضات، ثلاث بيضات عليهم فانيلا، او ممكن ما نحطش فانيلا عشان الكراميل. بنحطهم تدريجي وبنقلب كويس جدا. والخليط الكراميل ده ما يتسابش اكتر من 10 دقايق لانه بينشف. تمام. وبعد كده بننزل بقى عليهم بالدقيق، من 4 لـ5 اكواب دقيق على حسب امتصاص الدقيق. يعني في دقيق بياخد 4 اكواب وفي دقيق بياخد 5. الكيك نفسها 5. بتبقى فيها الكراميل بالدقيق وكل تكوينه، الكيكه نفسها بالكراميل. بالظبط كده. اوكي. بنعجن العجين، يعني ما نزودش دقيق عشان ما تنشفش. اهم حاجه العجينه تبقى لينه، ولما نيجي نحط صباعنا فيها كده تبقى ما تشققش. بعد كده بنلفها في ستريتش راب، بعد كده نحطها في الثلاجه نص ساعه. بنطلعها بعد كده بنقطعها على حسب الطبقات اللي انا هعملها. انا مثلا عامله 8 طبقات فمقطعاهم على 8 قطع. تمام. بعد كده بفردها. هي دي اللي انت قلتيها تعمل كام طبقه؟ 8. 8 ممكن. 8 طبقات. بعد كده بفرد كل قطعه لوحدها، وبعد كده بعملها بالاطار بتاع المقاسات اللي انت عايزاها. بحضر الكريمه. الكريمه 500 جرام 500 جرام كريمه لباني و 250 ساور كريم و 3 معالق عسل. بضربهم. ساور كريم حلو طبعا. نعم. الساور كريم بتاع الحلو. ساور كريم. بعد كده بضربهم كويس جدا، وبعد كده بقى برص الطبقات. طبقه كيك، طبقه كريم. الكيك الاول بيدخل الفرن على درجه حراره 180. ولما باجي اعمل كل طبقه لازم بالشوكه اعمل ليه بقى؟ عشان لان هي بتزيد في الفرن. فلازم ان انا اخرم لها بس كده. وبتعمل بعد كده بعمل طبقات بقى واحطها في الثلاجه مش اقل من 12 ساعه.
وبطلعها زينها بس كده بتطلع جميله حلوه. طب هنسيبك تعملي ال هعمل بقى هبدا انا في الفراخ. اول حاجه انا بتبل الفراخ ملح وفلفل تمام، وبعد كده بنزل مكعب زبده على النار وهبدا بقى اشوح الفراخ على الجنبين. تمام طيب انا بشوحيها، نرجع على اماني تاني. قولي لي بقى، انا تحيز لبرج العذراء طبعا بما اني برج العذراء، فقولي لي كده توقعاتك. عايزه نبتدي ببرج العذراء؟ ماشي. وبعد كده اولا بعد كده ايه، انت برج ايه؟ العقرب. العقرب. اولا لازم نعرف ان العذراء من اكتر الابراج اللي بيتوافق معاهم الحوت والسرطان. ليه؟ ليه الحوت والسرطان؟ لان الحوت والسرطان من النوع اللي بيتعصبوا لكن هادين، فما بيجوا يسمعوا نقد العذراء ايوه فاللي هو حاضر طيب، فبيقدروا يفوتوا البعض. مش نقد، هو بيبقى عايز كل حاجه مظبوطه. هم العذراء مشكلته انه دايما عايز احسن حاجه، وعمرك ما بتوصلي لاحسن حاجه، لان كل ما توصلي لاحسن حاجه في نظرك يكون في احسن. فدي دايما التشالنج او يعني اللي بيدور عليه العذراء، اللي هو دايما يوصل للاحسن. مفيش حاجه اسمها احسن، انت دايما في احسن الاحسن، هو دايما مغلب نفسه، فدايما مغلب نفسه ومغلب اللي معاه بالزبط. يعني هي دي مشكلته يعني. لان طبعا العذراء في ميزات، الولاء التام، اما بيحب حد بيحبه من كل قلبه واخلاص رهيب جدا، كل حاجه بيعرف يحللها ويفكر فيها كويس جدا، يعني ما بيتصرفش بهوائيه او لا، هو ما عندوش الطريقه دي خالص. لازم كل حاجه تتحلل وتتحلل كويس، وده سبب نقده لنفسه والاخرين انه كل حاجه بيقعد يحللها. لكن شخصيه لطيفه جدا، مرحه، هو مشكلته كئيبه برضه في نفس الوقت. ايوه ايوه تناقض، هو فعلا في تناقض في الموضوع ده فعلا. هو بس مشكلته ال النقد اللاذع لنفسه وللاخر، هي دي اكتر عيب نقدر نقوله. بمحبه يعني، عايز نقد بمحبه مش مجرد انه هدافع عن نفسي شويه. طب ندخل في البرج اللي بعديه. لا احنا نقول بقى دلوقتي ايه اللي مستنيه في السنه الجديده ان شاء الله، لان بقول لك الابراج كلها حظوظها الى حد كبير حلوه جدا جدا، وكل احسن من السنه اللي فاتت واللي قبلها. هو عنده شويه تحديات لغايه شهر مايو. اوكي، بس من مايو لغايه اخر السنه. يا ماني مايو دي السنه خلصت خلاص، نص السنه خلصت، هنتحدى لحد شهر أول مايو. اول 3 اشهر. ايوه. أوكي. هي المشكله في اول 3 اشهر في ابراج هتبقى اول 3 اشهر دي احسن حاجه ليها، ويتعكوا بقيه السنه. وفي اول 3 اشهر عندهم شويه تحديات، مش تحديات يعني معناها ان الدنيا صعبه. ولا برضو انا عايزه افهم الناس، ممكن يكون الكواكب مثلا مش مهيئه لي كذا، لكن انا ما بكون عارفه من قبليها انا اقدر اغير ده. اغيره ازاي؟ الكواكب اللي يومين دول مخلياني عصبيه، او ان عندي مشاكل في الشغل، او مشاكل مع حواليا، او في البيت. ما هو بتختلف من كوكب للتاني، هل ده مشاكل في البيت ولا مشاكل في العمل او في الدراسة او كده. انا ما بكون عارفة من قبليها، بهيئ نفسي، فبقدر ان انا اطلع من المشاكل دي. احنا مش بنعرف الابراج علشان نقول الله هيحصل لنا كذا، او حظي هيبقى حلو في المال او في المهنة، او لا، انا علشان اما يحصل لي مشكلة ازاي اقابل المشكلة دي عشان ما تبقاش مشكلة. أتكيف مش وأكيف الظروف المعاكسة ليا، أكيفها تبقى معايا بدل ضدي. يعني واحد عنده مشكلة مع المدير وعارف إن عنده مشاكل في العمل، مش لازم أقلبها بخناقة بقى، أسمع وأسكت. فاهمة؟ فهتعدي. بالعكس، ده ممكن هو اللي يجي يعتذر لك إن هو اللي غلطان مش أنت. ففي حاجات لازم الناس تتعلمها من، يعني ما نقول له خد بالك، احنا بنقول له خد بالك علشان يعديها. فاهمه؟ طيب قولي لي العذراء التحدي بتاعه لحد شهر مايو. لكن بعديها هيقدر ان هو يعمل نجاح جامد جدا في المهنه. بقى ايه، شغل، عاطفه؟ انا لسه بتكلم في المهنه. في الشغل. أوكي. في الشغل او في الدراسه. طيب. ان اول 3 اشهر هيكون عنده توعك شويه. اوكي، ياخد باله منه، هو ده بقول، ياخد ويعديها ويغير الكواكب لانها بدل ما تبقى ضده وتبقى معاه. اوكي، ودي حاجه في ايد الانسان. طيب
تمام. اوكي، لكن بعد كده هيكون عنده استقرار ونجاح، وهيقدر بعديها انه يتخطى اي مشاكل. اوكي، على الصعيد العاطفي ما عندوش اي مشكله تقريبا طول السنه، والاعزب كمان هيلاقي الانسان اللي بيدور عليه، والبيت هيكون هادي. يعني السنه دي كسنه عائليه للسرطان للعذراء مستقره جدا الحمد لله. تمام الحمد أوكي. لله. هنبتدي بقى بايه؟ الحمل؟ لا هنبتدي من الاول بقى، نبتدي من الاول. نبتدي من الاول. نبتدي من اول سنه. طبعا الحمل على قد ما هو شجاع وقوي، لكن من اكتر الابراج اللي عندها قله صبر، متقلب المزاج. يعني ممكن يكون قاعد لطيف معاكي ومره واحده يقلب عليكي، يعني سبحان الله. الحمل فيه كده، هو انه حمل يعني حاجه عارفه، ده نتيجه ان هو بيفكر كتير، فممكن مره واحده فكر في حاجه فيقوم قالب عليكي عشان عايز يقوم يعمل الحاجه الثانيه. يعني دي مشكله الحمل. لكن الحمل من الابراج الذكيه اللي بتعرف توضب حياتها كويس. بالنسبة لسنة 22 بالنسبة للعمل، بالنسبة له هيتوسع جدا في عمله، خاصة ان هو قابلته مشاكل كتير السنة اللي فاتت. السنة دي هتكون احسن بكتير بالنسبة له، فرص الربح بالنسبة له هتبقى كويسة. هيحصل له زيادات في المرتب، ترقيات للموظفين، اللي بيعمل شغل خاص هتلاقيه قادر ان هو حلو. الحمل ده كنا بقينا حمل لطيف. الحمل ده السنه دي مثلا من الحمل على قد ما هو عاطفي يتاثر بالاخرين، لكن هو مش رومانسي. السنه دي هيبقى غالب عليه شويه رومانسيه، فاهمه؟ ده بالنسبه للحمل. هناخد الطور بعد كده. الطول برج جميل جدا، هو عادة بيتوافق مع العقرب. ثواني، احنا معانا تليفون. تفضلي هاجر، اتفضلي تكلمينا تاني يا هاجر، اتفضلي. الطول بيتوافق مع السرطان والعقرب، لان الطول هادي والسرطان والعقرب مش هادين قوي. اوكي، فدي من الحاجات اللي بتخليه ينجح مع السرطان والعقرب. الطول عادة صبور وحمول. الطول برج جميل جدا، مريح يعني مع اي حد، ولكن هو مشكلته اما بيقلب، فهماني؟ عنيد جدا، بس بينزل على ما فيش ويهدى، فاهمه؟ هي كفايه طالعه لوحدها. هي طالعه. هي ليه طالعه وبعدين تنزل على ما فيش يعني. لكن الطول السنه دي برضه مكاسبه في الماديات وفي العمل كويسه جدا، و أصدقاء كتير هيساعدوه نظرا لأن شخصيته دايما هادية ولطيفة. طب ناخد هاجر معانا تاني، اتفضلي يا هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام، سؤالك يا حبيبتي. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة وبصحة وسلامة. الله يخليك. ممكن لسه أعرف برج الحمل وبرج الميزان. إحنا لسه قايلين الحمل، خليكي معانا في الميزان. أوكي تمام يا هاجر، ميرسي لسؤالك يا حبيبتي. شكرا يا حبيبتي، اتفضلي. لكن على المستوى العاطفي والعائلي السنه دي عنده شويه مشاكل نتيجه عنده اللي احنا لسه. لا ما تحددي لي بقى، انا جوزي الطور وانا العذراء. لا كده ماشيين كويس ولا مش كويس؟ حددي لي القصه دي. لا ما انا بقول لك، هو السنه دي هتلاقيه بيعمل مشاكل. تقوم انت عامله ايه بقى؟ هو مشاكله. برافو. تقوم انت عامله نفسك مش واخده بالك. ماشي، فهتلاقيه ينزل على ما فيش. في ايد كل انسان ان هو يوضب حياته، حتى لو الابراج معكساني، فاهمه؟ تمام. طيب ده برج الثور. الجوزاء. الجوزاء على قد ما هو بيكون برج اكتف جدا وذكي ومرح جدا. ليه اصدقاء كتير جوزاء، تحبي صحبتهم يعني. بس يعني ربنا ما يوريكي بقى ما يقلب ولا تطلع الشخصيات التانية. يعني القعده الواحده. ايوه. على فكره اللي قاعده بيقول لك برجي اهو، شفتي؟ اتفضلي. على قد ما هو قد ايه لطيف، هو ليه لطيف الجوزاء؟ لانه بيقدر يغير المود، لان هو نفسه متعدد الشخصيات. فاهمة؟ فهو ده سبب ان دايما بيكون جذاب لكل الناس. لكن برضه ده بتخليه ان هو يبقى عصبي، يقلب عليكي، يغير كلامه في ثانية نظرا لان هو اتغيرت شخصيته وهو قاعد معاكي. دي من عيوبه طبعا. والسنة دي التطلعات ليه؟ بصي، هو طبعا برضه كان حظوظه وحشة جدا السنة اللي فاتت. السنة دي نص السنة الأولاني برضه مش قد كده معاه.
اوكي يعني هيتقابلوا لسه بعض التحديات لغايه نص سنه مثلا ابريل مايو في الحدود دي، لكن بعد كده من مايو لاغسطس الدنيا هتضحك له يعني، فهو يفوت الفتره دي يفوت يعني مش هنقول غير ان هو ايه يفوت، واللي يقف ما يعاندش فيه، لا يسيبه كده هون من مايو لاغسطس هتكون مفتوحه على البحر ليه. فده اللي احنا بننصحه بيه بالنسبه للعمل. بالنسبه للعاطفه هو هيكون كويس في سواء في بيته او ان هو لو عازب هيقدر ان هو يلاقي شريك كويس السنه دي يعني. طب كويس، يعني من الابراج المحظوظه برضه. المحظوظه عاطفيا عاطفيا. استاذنك نرجع بقى نشوف اخبار الحاجات الحلوه دي. احنا عملنا تشوك للفراخ، بكمل بقى الفراخ وبعد كده هنزل بالثوم وهنزل بالمرقه. بتحمريها من الناحيتين الاول؟ بعملها تشوك من الجنبين. بعد كده بقى هنزل بالثوم وهعمل بقى الصوص بتاع الليمون. طيب تمام. ودي بعد الجوزاء في ايه؟ برجك. هتقولي كلام حلو طبعا. لا والله. قولي لي. لا انا هقول لك. هو السرطان ده بقى برج جامد قوي يعني، ينفع كده يبقى حاجه كده برضه ده بتاع حاجه ناشفه. هو خبيث شويه. لا مش خبيث يعني. لا مش خبيث يعني، هتلاقيه جامدين يعني. انا بعرف كل حاجه، انا احسن حاجه الحاجات دي. قوي هو على قد ما هو يبان انه عاطفي وجميل كده، هو قوي جدا. على قد ما هو بيعيش في الخيال فهو عملي جدا. يعني هو الاثنين مع بعض. ودي برضو سر جمال السرطان يعني. اللي هي فيه ابراج كده هون بتبقى ده سر جمالها، ان هما الاثنين عكس بعض في نفس الشخصيه. بصي انا على يعني عن نفسي يعني اعرف كتير رجاله سرطان، لكن ما اعرفش السيدات بيختلفوا. طبعا بتختلف الراجل من الست. طبعا طبعا يعني الست العقرب غير الراجل العقرب مثلا. اوكي لا في السرطان بيبقوا برضو اقوياء كده وكلمتهم واحده. الست اقوى من الراجل في السرطان. الست اقوى من الراجل. الراجل اكتر خياليا من الست. ده حقيقي. ده فعلا يعني. توقعاتك ليوم السنه؟ هم طبعا بيمتازوا بالاخلاص بالحب الكبير، لان هم ما بيحبوا بيعشقوا، لكن هم برضو عمليين جدا ومن النوع ما بيحطوا هدف قدامهم لازم يوصلوا له. برج السرطان السنه دي وبعد سنين 4 5 7 8 سنين وحشين جدا كانوا على برج السرطان للاسف، السنه دي يعني تنتظروا النجاحات من اوسع ابوابها. المهم هو ينتهز الفرص بقى. انت متفائله السنه دي بكل الابراج؟ الابراج السنه دي احسن من السنتين اللي فاتوا جدا جدا يعني. اتوقع يا رب. التراجعات كانت السنه اللي فاتت كان كله تقريبا بيتراجع. كان كله يعني عطارد كان بيتراجع، المشتري كان بيتراجع، كله كان بيتراجع. السنه دي لا، في تقدمات لقدام، فدي اللي بتعمل الحظوظ الكويسه. فكان بقاله سنين طويله السرطان تعبان جدا وبيفشل يعني، على قد ما هو بيصر على النجاح دايما بيفشل وبيخسر، وحواليه حراميه كتير ونصابين كتير. السنه دي هتبقى احسن كثيرا كثيرا يعني، فرصه كويسه لبدايه مشروعات مثلا. جدا جدا جدا، وهيقابل نجاحات، فلوس جامده جدا السنه دي المفروض ان هو يكسبها، سواء بزياده مرتبات او بشغل خاص ان هو يحقق نجاحات وفلوس فعلا يعني. لكن على المستوى العاطفي ما عندوش السنه دي حظ خالص في ان واحد يقابل فتاه احلامه، او ان الحظوظ مش قد كده بالنسبه للعاطفه في السرطان. البيت عوضها فلوس بقى، مش عوضها كل فلوس حاجه. أيوة. خلينا في حاجه. البيت طبعا هو كده ولا كده بيحافظ على بيته جدا السرطان، فهيحافظ عليه، لكن كحب ومشاعر ملتهبه بتاعه السرطان مش هتكون موجوده قوي السنه دي. طيب بعد يعني. السرطان بيبقى الاسد. الاسد ملك الغابه. ايوه الاسد الانتخه كلها. لا بيحب الحاجه تيجي لحد عنده بس صح؟ لا الاسد برضه من النوع اللي بيصر على النجاح جدا، لان لازم دايما يبقى ملك الغابه، وهو كبير العيله، وهو كبير المنطقه. لا بس لو لقى اللي يخدمه بيقعد عادي. طبعا طبعا طبعا. لكن هم يعني على قد ما هم عنيدين جدا، لكن هم مثلا سريع الفكاهه لان هم اذكياء.
يعني بتحبي برضه تقعدي معاهم من كتر ما هم عندهم الفكاهه دي حاجه مهمه جدا في كلامهم. طيبين القلب جدا جدا، من النوع اللي يتاثروا جدا بمشاكل الاخرين نظرا لانه هو ملك الغابه. فاي واحد عنده ضعف هو بيكون اول واحد يجري عليه وده يساعده. حقيقي فعلا انا ليا اصدقاء كده فعلا. ايوه فعلا. يعني المستوى المهني عنده بعض مشاكل لكن هتتحل على نص السنة التانية، لكن عنده مشاكل ومشاكل كبيرة وبتحاوطه السنة دي في أول السنة، النص السنة التاني هيبقى أحسن بكتير. بالنسبة للعاطفة هو عنده السنة دي سنة استثنائية مليانة عواطف، هيكون مرغوب جدا جدا. والعازب ممكن يقابل شريك حياته، يعني عنده حاجات كويسه جدا الاسد السنه دي. طب اوكي بعد كده نسكيب العذراء. احنا خلصنا العذراء. لو عايز تقول كلمتين تانيين عنه مش مشكله يعني مش هنقول لا يعني اجمل برج كده برنامجنا وبنتكلم براحتنا وكده. ندخل على الميزان. الميزان 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 متعاون، يعني طبيعته ان هو متعاون واسلوبه لذيذ ولطيف ويقدر يكسب اصحاب كتير، لكن هو مشكلته جواه ان هو دايما متردد، دايما بيتجنب المواجهات، دايما ما بيحبش يقابل المشاكل يواجه المشاكل. هو من النوع اللي عايز ايه يعيش كده في سلام كده بعيد، يعني ابعد عن الشاي وغني. يعني ما عندوش مخاطره في التجديد. لا لا لا. السنه دي برضه بالنسبه للمهنه هتكون بالنسبه له كويسه، ونجاحه ده هيبتدي يديله ثقه في نفسه اكتر انه يقدر يواجه. يعني السنه دي هتغير في شخصيته شويه وهيقدر ان هو يعمل نجاح لو هو عايز انه ينجح السنه دي. يعني مفيش حاجه معارضاه. اوكي. وبالنسبه لعلاقاته العاطفيه علاقته كويسه، والسنه دي هيبقى جذاب انه يقدر يعمل لو العازب يعني يقدر ان هو يعمل علاقه كويسه وناجحه السنه دي. تمام. اللي بعديه العقرب. العقرب. ايوه العقرب بقى من اذكى الابراج على فكره. هو انا مش عقرب اهو بس انا بقول لك. ما انا بقول لك، لكن هو عنده ولاء جامد، شجاعه انه يقدر يواجه اي مشكله ويقدر ان هو يتخطاها، وفي قوي لاصحابه. يعني هو عيبه بس انه غيور جدا، ولو اثرتي غيرته ممكن يذبحك. يعني مش شرط انه يذبحك يعني يذبحك، ولكن ولكن هو غيور جدا. لا وبرده الانا عنده زايده قوي، يعني انا مامتي احلى ماما، عربيتي احلى عربيه. طبعا يعني طبعا. وكمان هو مش سهل انه يثق في حد، لكن لما بيثق في حد بيديله روحه دمه فعلا. يعني ده من ده حاجات العقرب. قولي بقى تاني، انت برج العقرب صح؟ ايوه برج العقرب. حقيقه تقول لك حقيقه حقيقه. يا حقيقه عندك فعلا الانا عاليه قوي كده، ان حاجتي حلوه. لا الانا لا، يعني انا عندي انا غيوره جدا، بس حته الانا دي لا. ولا ما شفتهاش كتير برضه في العقارب. يعني الانا، ولكن هم من النوع ما بيحبوا حد. انا دايما افكر في اللي حواليا، انما انا اخر حاجه. لا مش قصدي ان انا دي. ايوه انا واخده بالي واخده بالي. لا ما عنديش. لا ما يعني انا ما بشوفهاش الانا قوي في العقرب فعلا، لكن هو من النوع الغيور وحاجته. لا هي بصي هي ممكن ما دام نوع قصدها حاجته، حاجة العقرب ما تلمسيهاش. طبعا انا كنت لسه هقول لك التوضيب الدولاب واحد. التوضيب الحاجة مستغربة عمالين تقولوا لا ازاي يعني. لا مش الانا يعني مش الانا مش الانا، لكن حاجته ما تلمسيهاش. يعني دي طبعا فيه. بالنسبة للمهنة السنة دي هيقدر يحقق كل اللي هو عايزه لو حاطط قدامه أهداف وطموحات، مفيش حاجة معيقة لها. أوكي. بالنسبة للعاطفة عنده استقرار عاطفي برضه، هو متوازن، لا في أبراج بتساعده قوي ولا في ضده، عشان كده هو اللي في إيده مساره سواء عاطفي أو أو مادي. السنة دي ولا بشكل عام هو؟ لا السنة دي السنة دي. لا السنة دي يعني ما عندوش أبراج بتسنده قوي. يعني ما فيش اللي هو يعني المشتري مثلا، يعني المشتري هيخش في العقرب فترة دي هتساعده، لكن طول السنة عموما مش هيخش، يعني مش هيكون اللي هو حاجة بتساعده، لكن ما فيش حاجة ضده، يعني ما فيش حاجة بتعرقله. فهو لو حاطط أهدافه قدامه هينجح. فاهمة؟ تمام. ناخد آخر برج بقى معانا صح ولا لسه في برجين لسه كمان؟ قوس.
القوس ده بقى جميل جدا، كريم قوي، بيسعى دايما للمثاليه، يعني عنده دايما احلامه ان المثاليه فما افلاطون افلاطون. لكن هو طبعا في مشكله نظرا لان هو مثالي وبيكون عايز كل حاجه مثاليه، بيدي وعود كتير هو مش قدها. اوكي ودي اللي بتوقعه دايما في مشاكل. السنه دي برضو هو القوس ما كانش قد كده السنه اللي فاتت، السنه دي هيقدر انه يتغلب على مشاكله وهيقدر انه ينجح في شغله ويعمل استقرار مهني يعني بالنسبه له. وبرضو العاطفه هيكون متفاهم جدا مع الشريك، مش هيكون عنده مشاكل. هو القوس قريب قوي السنه دي من العقرب، ان الاثنين ما عندهمش حاجه بتواجههم، لكن ما فيش برضو اللي بيساعده قوي، فعشان كده هو اللي في ايده يعني هو اللي في ايده انه ينجح نفسه. اوكي الجدي 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 طبعا هو بالنوع اللي بيتحمل المسؤوليه جدا وصبور، لكن وعينه عنده برضه شفتي اصلا عارف الابراج حلوه سلبيه وتشاؤم ما شاء الله. الجدي عينه دي فعلا يعني دايما متشائم لذيذ جدا يعني. لكن السنه دي هو برضه عنده حظوظ كويسه في المهنه وبرج مرتب قوي الجدي برضه. وخطط يعني هتتفتح كمان قدامه فرص كتير، اتمنى ان هم يغتنموا هذه الفرص لانها هتتعرض عليهم فرص، والفرصه ما بتجيش كل يوم. فما يتعرض عليه فرصه يستغلها. وبالنسبه للعاطفه السنه دي برضه هو مستقر عاطفيا، واللي ما عندوش شريك حياه يقدر ان هو اللي قابل شريك حياه السنه دي. اوكي عندنا الدلو. الدلو بقى الدلو ده جميل جدا على فكره، الدلو ده هادي وبسيط ودايما بيتوتي كده. بيتوتي هو، بس مشكلته العناد، عنيد جدا جدا، لكن هو عموما برج جميل جدا انك تعيشي معاه يعني. وفيه برضه حاجه كمان في الدلو، انه ما بيجي مثلا يحكي لك حاجه يحكيها لك بالتفصيل الممل الزياده عن اللزوم، اما يجي يعمل حاجه يعملها بدقه زياده عن اللزوم، يعني دي حاجه عيب وميزه في الدلو يعني الحقيقه. لكن هو عموما برج كويس يعني لطيف. توقعاتنا ليه السنه دي؟ السنه دي عنده يقدر ان هو يحقق ارباح كويسه جدا ويقدر ينجح في عمله كويس جدا. السنه دي في كواكب مساعداه. اوكي وبالنسبه للعاطفه هو برضو النهار السنه دي مستقر ومفيش اي مؤشرات سلبيه في حياته العاطفيه سواء العازب او المرتبط. طب اوكي الحوت. الحوت السنه دي حظه حلو جدا جدا جدا. الحوت الاول هو طبعا على قد ما هو عاطفي، لكن من كتر ما هو عاطفي ممكن ان هو يحب سته في نفس الوقت يعني. دي مشكله الحوت يعني. وطبعا هم على قد ما هم مزاجيين. حد حوت ولا ضحكتي؟ منير انا قلبي ما ساكنش عبايه. ايوه بالظبط. هم كمان مزاج، عندهم مزاج قوي وسلبيين برضه. هم من النوع التشاؤميين شويه يعني. دايما بص لك من نص كوبايه الفاضي مش المليان. لكن السنه دي عندهم نجاحات رهيبه جدا 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 نظرا لان كواكب في برج الحوت السنه دي وقت طويل. والمشاريع بتاعتهم هتقدر ان هي لو بيشتغل خاص هتقدر تنجح جدا، لو هو موظف هيقدر ان هو يتنطق ويبرز السنه دي كويس قوي. لكن حياته العاطفيه هتمر بيها بشويه خلافات. اوكي ده طيب. بالنسبه لي اماني السعيد احنا فقرتنا خلاص تبتدي تخلص. أوكي. وانا عايزاك تفضلي معايا على طول طبعا نتكلم في الابراج. انا شخصيا بحب قوي اتكلم في الابراج والحاجات دي. نتكلم بقى بعد الحلقه ما تخلص مع بعضينا ان شاء الله. ان شاء الله متشكره قوي انك كنتي معانا وسنه سعيده عليكي وعلينا يا رب ان شاء الله. ميرسي جدا واتمنى تبقي معايا على طول. انت عارفه يعني انت شخص عزيز علينا جدا وانتوا كمان جدا جدا. لا ان شاء الله احنا بقى لنا فعلا في مده ما تقابلناش، بس الفتره الجايه هنكتر خلاص نتكلم بقى في الابراج كتير براحتنا. ويا رب تكون سنه سعيده باذن الله عليكي. ميرسي جدا جدا. ميرسي اماني ليكي. فاصل ونعود ان شاء الله.